مستشفى ميداني أو بمخبر متنقل. أعلن وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي خلال حضوره بالبرلمان لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أعلن أن المستشفى الجامعي صفاقسطينة سيكون مستشفى عسكريا. بالنسبة للمستشفى الجديد في صفاقسة هي ممكن بشرى لنا جميعا ولوزارة الدفاع ولكن للجميع. المستشفى هذا سيكون إن شاء الله مستشفى عسكري. هذا وأكد وزير الدفاع في ذات السياق أن التنسيق سيجري حثيثا مع وزارة الصحة لإيجاد التوازن اللازم للتسيير، وأن انطلاق العمل سيكون باستقبال مرضى الكورونا. نحن سنتقدم خطوة خطوة في تنسيق مع وزارة الصحة. مبدئيا هو سيكون مخصص لكوفيد بالأساس وللعسكريين والمدنيين، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا سيقع إدراجه ضمن المؤسسات الصحية العسكرية. كسب كبير لصفاقس وكسب كبير للجهة بصفة عامة وكسب كبير للصحة العسكرية بصفة عامة. وأنجز المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس بهبة صينية تقدر ب200 مليون دينار، وتقدر طاقة الاستيعاب بهذا المستشفى بقرابة 250 سريرا، ويحتوي على قطب للاستقبال والتسجيل ومستشفى نهاري وعيادات خارجية، كما يضم جناحا للعمليات يتكون من 5 قاعات وقسم للتخدير والإنعاش.